وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي والإعلام العراقي الأستاذ حسين دلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، موقع أنتي وار يقول إن التظاهرات في العراق تعكس غضبا واسعا جراء الفساد السياسي بالعراق، هل ترون أن التظاهرات خرجت عن المطالبات بالخدمات إلى محاسبة شركاء العملية السياسية على فسادهم؟ اهلا بكم وشكرا على الاستضافه. واضح جدا ان المظاهرات في العراق كما قلنا اكثر من مره انها تتمحور وتتموضع بشكل ابرز مما بدات به الحال قبل نحو شهرين. المحاسبه للحكومه العراقيه باحزابها بكتلها السياسيه، حتى البرلمان بنوابه ال 325 او ال 330. واضح أن الإشكالية الرئيسية اليوم في العراق هي الفساد، وبالتالي خروج المظاهرات واحدة بعد الأخرى في أكثر من محافظة في أكثر من منطقة خلال الفترات الماضية تؤكد أن العراقيون لم يعودوا بأن العراقيين لم يعود بحاجة إلى خبراء اقتصاد ليبلغوهم أن العراق أصبح أكثر الدول فسادا في العالم. اليوم منظمة الشفافية الدولية تجعل العراق في المرتبة 166 ضمن مؤشر الفساد، ليس هناك إلا بضع دول هي خارج نطاق التاريخ إن صح التعبير، بينما العراق هو المصدر الثاني للنفط في أوبك، هناك مليارات الدولارات تدخل يوميا في إيرادات الدولة العراقية، لكن المواطن العراقي لا يرى شيئا حقيقيا على الميدان، ليس هناك مشاريع استراتيجية ولا هناك أي منجزات تحسب لهذه الحكومة، وبالتالي عملية التظاهر والاحتجاج هو إشارة واضحة لأنه العراقيين باتوا يدركون أن هذه المنظومة تحكم العراق فاسدة حتى النخاع ولا يمكن السماح ببقائها. نستذكر الكثير من التصريحات التي خرج بها حيدر العبادي وعلق على أنه يمتلك مشروعا لمحاربة الفساد وتشبثه بكلمة الإصلاحات. برأيكم إلى أي مدى ترون أن العبادي سعى جديا لمحاربة الفساد في العراق؟ كان العراقيون يذكرون طبعا خطاب العبادي يوم ما سماه إعلان النصر على تنظيم الدولة داعش قبل عام ونصف تقريبا، وكان من أحد النقاط المهمة التي ذكرها في ذلك الخطاب أن اليوم هي المعركة بعد نهاية داعش هي ستكون محاربة الفساد، ولكن منذ عام ونصف لم يرى العراقيون أي محاربة حقيقية للفساد. اليوم إذا أخذنا ب لغة الاقتصاد عملية الفساد أو عملية الإنجاز الصحيح للحكومات تعتمد على أربع نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي السيادة، والنقطة الثانية هي وحدة القرار والموقف، النقطة الثالثة هي الإرادة الحقيقية والعزيمة على محاربة الفساد، والنقطة الرابعة هي الطرق المثلى والأساليب الصحيحة في محاربة الفساد. اليوم حكومة العبادي لم تحقق أي من هذه النقاط الأربعة. نقطة السيادة اليوم المبعوث الأمريكي في بغداد والمبعوث الإيراني ماكورك والمبعوث الإيراني سليمان هم الذين يحددون السياسة العراقية، مفهوم وحدة القرار. النقطة الثانية، العراق اليوم تتنازعه قوة الحكومة وقوة الحشد الشعبي وقوة الأحزاب والكتل الرئيسية التي تسيطر على مقاليد الاقتصاد في العراق. النقطة الثالثة، الإرادة الحقيقية شبه منعدمة، كل العراقيون يدركون أن الأحزاب تتقاسم العراق وثرواته فيما بينها، وبالتالي ليست هناك إرادة حقيقية ولا عزيمة. وحيدر العبادي عندما يقدم بعض المسؤولين أو بعض الوزراء الذين خرجوا من الحكومة لمواجهتهم أمام المحاكم في القضاء لمحاسبتهم على فسادهم، فإنه يغفل ويتغافل متعمدا عن حيتان الفساد التي موجودة في حكومته والتي سبقتها، وهي من الأحزاب الرئيسية التي تحكم العراق وخاصة حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي والمالك قبله، وبالتالي الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد غير موجودة. إذا وصلنا للنقطة الرابعة، مفهوم الطرق والأساليب الصحيحة، نجد أن العراق إلى اليوم ليست هناك آلية صحيحة لمحاربة الفساد، ليست هناك قواعد يستطيع أي مسؤول عراقي حتى إن كان صالحا يريد أن يؤشر إلى مؤشر فساد فإنه سيجاب بأن الشخص أو المسؤول الذي يتهمه بالفساد أو يؤشر له
نعم. سيكون محميا بالقضاء وبالاحزاب، طيب. وبالتالي طيب هنالك اليوم استاذ تخدم عمليه مكافحه الفساد. استاذ حسين، هنالك اليوم اجماع سياسي على وجود فساد داخل الدوله العراقيه، وايضا هنالك اجماع شعبي عراقي على هذه القضيه، وهنالك تظاهرات ترفض الفساد وترفض هذه الطبقه السياسيه، واستمرت هذه التظاهرات منذ ما يقرب من شهرين. ما المعرقلات امام العبادي او غيره من اتخاذ خطوات جديه لاصلاح الامر؟ المعاقلات الحقيقية، أولا عودا على سؤالك، إرادة سياسية، إجماع سياسي عند خارج الكتل السياسية. الكتل السياسية لا تعترف بأنها فاسدة، إنما تعترف بجملة هلامية الفساد في العراق، لكن لا تقول من هو الفاسد. وبالتالي تشخيص الفساد، تشخيص المفسد في المنظومة العراقية، في الحكومة، في الدولة، في المؤسسات، في البرلمان، غائب عن الحقيقة. القضاء إذا عرفنا أنه مسيس، فبالتالي عملية تشخيص الفساد وعملية المحاسبة على الفساد غير صحيحية. بالنسبة للإجماع الشعبي هذا واضح، أمر لا ينكره أحد ولا تخطئه العين. المعرقل الحقيقي أنه إذا كشف أحد من حيتان الفساد أو الفاسدون الحقيقيون الذين تبلغ مليارات الدولار عمليات الفساد والصفقات التي دخلوا بها، فإنها ستكشف أحزابهم. فإذا كانت الأحزاب هي نفسها التي تحكم العراق وهي الفاسدة التي تسرق أموال العراق وثروات العراق، يعني واحد مثل همام حمودي في المجلس الأعلى، أحد الأحزاب المشكلة للحكومة العراقية، يقول أن العراقيين يعيشون في بحبوحة وأن وضعهم أفضل من كل دول المنطقة. ماذا يقال مثل هذا الرجل الذي منذ 15 عاما هو في منظومة الفساد ويمن على العراقيين بأنهم يعيشون أفضل من غيرهم، بينما كل المؤشرات تقول عكس ذلك. لنضرب مثل واحد، الزراعة اليوم في العراق بعد أن كانت 48 مليون دونم صالح للزراعة لم يبقى إلا 12 مليون دونم. العراق يستورد 75% من المواد الغذائية و91% من المواد الأخرى. ماذا تبقى لوزير الزراعة؟ ماذا تبقى لحكومة طيب. العبادي؟ طيب نحن اليوم في ملف النفط أسوأ وأدهى. نعم، نحن اليوم في ضوء يعني أو في أيام تشكيل حكومة جديدة نتيجة الموافقة على الانتخابات السابقة، هل ترون ضمن أجندة المرشحين لتشكيل الكتلة الأكبر من المحورين، محور حيدر العبادي أو دولة القانون نور المالكي، بند محاربة الفساد ضمن سياساتهم المستقبلية؟ يعني في الكلام على ألسنتهم نعم موجود هذا، كل الكتل السياسية تزعم أنها تنوي محاربة الفساد، لكن على الواقع، على الأرض، على الميدان، هذا هواء في شبك. المحاربة الحقيقية للفساد تكون بأنه يتم توزيع ثروات، توزيع حقيقي، يتم عملية محاسبة الأموال، جرد الأموال التي تدخل العراق جرد حقيقية، أن تكون هذه المسألة بشفافية واضحة، أن تكون المسألة أمام الشعب العراقي اللي هو المتضرر الأكثر من هذا الفساد، أن يتم تقديم مسؤولين حقيقيين إلى القضاء لمحاسبتهم، أن يبادل القضاء. يعني هناك في هذا في عام 2018 فقط في الأربعة أشهر الأولى هناك أكثر من 9400 قضية فساد مقدمة إلى المحاكم، لكن أين هي هذه القضايا؟ أين هل رأى العراقيون أشخاص من الكتل الرئيسية من ذوي الوزن المعروف قدموا الفساد أو سجنوا أو تم إقصائهم؟ اليوم نرى بعض الوزراء من الحكومة السابقة أو من التي قبلها، نرى مسؤولين على مستوى مدير عام، لكن وزير، رئيس كتلة معروف، لم يقدم إلى اليوم أي شخص مسؤول من هذا العيار الثقيل. وبالتالي عندما تكون هذه الطريقة متبعة في عملية محاربة الفساد بين قوسين المزعومة الموهمة، فإن الفساد سيبقى وسيستمر وسينتشر. وبالتالي هذه تشكيل الحكومة القادمة ليست هناك معيار حقيقي لكي تقول أنها تحارب الفساد. نعم. الصحفي والإعلام العراقي الأستاذ حسين دلي، كنت معنا من الدوحة القطرية، شكرا جزيلا لك.